للمزيد من المتابعة دكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية ينضم إلي عبر الهاتف. دكتور خالد، قمة في غاية الأهمية في مستوى الانعقاد والتوقيت وعدد المشاركة الفاعلة فيها، برأيك كيف تخرج هذه القمة بحلول تفيد العالم والبشرية أجمع؟ في البداية مساء الخير لحضرتك ومساء الخير للسادة المشاهدين في كل مكان. هي قمة تنظيم أبهر كل من حضر وأبهر كل من شاهد، وأعطى رسالة أن الدولة المصرية قادرة على إعطاء صورة حقيقية عن قدرة الدولة المصرية بما لديها من إمكانيات فارقة تحدث الفارق. أعتقد أن النهاردة العالم كله أنظار متجهة نحو شرم الشيخ لهذه للمتابعة ما يدور في هذه القمة الهامة والحيوية لكل العالم أجمع، لأن النهاردة شفنا حجم الخسائر اللي كانت موجودة طبقا لأحدث التقارير الصادرة من الأمم المتحدة، أن العالم كان يعاني يفقد أكثر من 200 مليون دولار يوميا خلال الخمسين العام الماضية من جراء التغير المناخي ومن جراء الانبعاثات الضارة التي سببتها كبرى الشركات العالمية حول العالم. وقالت من ضمن هذا التقرير إذا لم يستفق العالم وضع حلول عملية جوهرية للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية خلال الفترة من 2022 إلى 2070 سوف يتكبد العالم والاقتصاد العالمي 178 تريليون دولار حتى عام 70. أعتقد دي كلها أرقام مفزعة على الاقتصاد العالمي. آن الأوان أن يتم الجلوس وإيجاد رؤية كاملة متكاملة للحيلولة دون الوصول إلى هذه التأثيرات السلبية، والعمل على إيجاد حلول للدول التي عانت من التغيرات المناخية وبالأخص القارة الإفريقية التي يعاني أكثر من 600 مليون مواطن إفريقي من هذه التأثيرات. وأعتقد أن ده برضو من هذه القمة تم طرح الإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ من الدولة المصرية لتحقيق وذلك لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بناء مرونة وقدرة على التكيف مع التغير المناخي، وكذلك تخفيف الآثار السلبية المرتبطة بالتغير المناخي. وفي جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيتم النهاردة خلال ساعات افتتاح أول مشروع أخضر يتم من خلاله إنتاج الوقود الأخضر ألا وهو الأمونيا الخضراء، أول مشروع على مستوى العالم يتم افتتاحه. أعتقد أن مصر بتقدر تصدر للعالم هذه الرسالة والعمل على كيفية وطاقة، وأعتقد أن يتم مناقشة كل الحلول الممكنة وعملية التمويلات الخاصة المتعلقة بالمشروعات والاستثمارات المتعلقة بالمشروعات الخضراء. أعتقد هيبقى في حلول. أعتقد أن تبعات الدول الكبرى والشركات الكبرى أعتقد أن ده يجب. دكتور خالد، يعني مصر تتحدث من منطلق وموقع للقوة بخطوات واسعة اتخذتها فعليا من خلال الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي والإنجاز على الأرض فيما يخص المجتمعات العمرانية الذكية، التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وأيضا الطاقة النظيفة. لكن برأيك يعني خريطة الطريق التي تضعها مصر الآن من الأراضي المصرية وتنطلق إلى العالم أجمع، يعني هل من شأنها أن تجعل هناك نوع من التحالفات والتعاون الذي يفرض نفسه فيما هو قادم بين الدول للتصدي للتغيرات المناخية وأثارها السلبية؟ أعتقد النموذج المصري نموذج رائد في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وأعتقد الجميع أثنى على الدور الرائد الذي قامت به القيادة السياسية في مصر من تبني هذا الدور. وأعتقد الطرح الذي طرحه السيد الرئيس أن يكون نموذج يجب على الجميع أن يحتذي به ويحتذي في كل دول العالم، أعتقد سنشهد خلال هذه القمة
مزيد من الدعم ومزيد من التأييد للمبادرة المصرية والرؤية المصرية لكيفية تعميم كل هذه المتغيرات التي أخذتها الدولة المصرية. يجب على العالم أجمع سيسير خلف ما تقوم به القيادة السياسية والدولة المصرية من قرارات وإجراءات. أعتقد أن مصر سباقة ورائدة في هذا الشأن، وأعتقد سنشهد من خلال هذه القمة نتائج مبهرة تعود على الاقتصاد العالمي بالإيجاب خلال النهج الذي يتهجه القيادة السياسية والموافقة والتوافق على ما تم طرحه من رؤى وأفكار خلال هذه القمة. ارتفاع الأسعار، مشكلات الغذاء العالمية وأيضا التضخم، هل برأيك بشكل أو بآخر تسببت فيها الآثار السلبية للتغيرات المناخية وعدم التعامل معها بالقدر المطلوب؟ لو احنا بنشوف ارتفاع الاسعار ومعدلات التضخم الذي لم يحدث منذ 40 عام في اغلب اقتصادات العالم، وارتفاع الاسعار الذي تعاني منها الاسر حول العالم، اعتقد الجزء الاكبر تختص به التغيرات المناخيه، لان التقرير الصادر من الامم المتحده بيقول ان يوميا بيتم تحميل او يتم فقد اكثر من 200 مليون دولار يوميا بيتحملها الاقتصاد العالمي جراء التغير في المناخ. فاعتقد جزء كبير جدا من نقص السلع، نقص السلع الغذائية، التغير في الاستراتيجية وعدم ضغوط آثار سلبية لهذه التغيرات المناخية وما تحدثه من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي وعلى الدول الفقيرة بالأخص، أعتقد يسبب نقص في الغذاء، نقص في السلع والمنتجات، أحد الأسباب الرئيسية لهذه الموجة التضخمية اللي موجودة وبيشهدها العالم، بالإضافة لرفع الأسعار، وأعتقد بالإضافة لجفاف بعض النهار وجفاف بعض الدول. نعم، زيادة التصحر. نعم بالضبط كده، فدي أحد أسبابها، وبالتالي تحدث معاناة لدى شعوب أغلب العالم يعاني منها. من ذلك بالإضافة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما أحدثته من آثار، فكلاهما أحدث فوارق على الأسر حول العالم وقام برفع تكاليف المعيشة وتكاليف الغذاء حول العالم. نعم، هول ما تم عرضه من مواد فيلمية توضح الآثار السلبية للتغيرات المناخية في عام واحد، والأرقام التي جاءت في هذا المحفل تحديدا، هل تجعل التحرك يكون بشكل أكثر سرعة؟ هل جسدت من خلال قوة ناعمة الخطورة، ومن ثم التحرك يجب أن يكون مماثل لهذه الخطورة بل مسبق ليها حتى في السلبيات التي تتصارع منها؟ أعتقد ما حدث في القمة من استعراض للآثار وحجم الآثار المدمرة التي تابت بعض دول العالم وشكل هذه الآثار السلبية التي تم استعراضها في بداية المؤتمر وما يشاهد العالم خلال الفترة الماضية من آثار مدمرة على الوضع العالمي أو على أغلب الدول العالم، وما تلاه من تداعيات وتأثيرات نتيجة التغيرات المناخية، نتيجة التأثيرات أو التأثيرات السلبية. أعتقد العالم الآن يشهد بذلك، وأعتقد أن الرؤية النهاردة واضحة جلية بدليل دعم المبادرة والرؤية المصرية نحو العمل على إيجاد حلول عملية للخروج من هذه الأزمة، والعمل على الحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة، والعمل على كيفية معالجة وتمويل المشروعات، والعمل على إيجاد تمويل للمشروعات التي تدعم الاقتصاد الأخضر في كل أنحاء العالم، وكيفية يعني تعويض لكل الدول المتضررة مما تعرضت له من تأثيرات سلبية على المناخ. النهاردة العالم بيعيد التوازن إلى هذه الجزئية مرة ثانية نتيجة ما رآه وما شاهده وما هو موجود على أرض الواقع فعلياً. نعم، دكتور خالد، مراعاة ظروف كل دولة فيما يخص قضية التغيرات المناخية،
هذا ما أكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في خضم البحث عن حلول والتحرك للتقليل من الآثار السلبية. برأيك كيف تقسم المسؤوليات؟ يعني بدءا من الدول والدول المتقدمة المتسببة في القدر الأكبر من هذه الأضرار، وصولا إلى الدول الناشئة والاقتصادات الناشئة التي تكون الأكثر تضررا من السلبيات الخاصة بالتغيرات المناخية، وأيضا حتى نصل إلى المواطن البسيط في التعامل في الحياة اليومية. هو الحقيقة أنا يعني بدعم حضرتك في هذا التوجه. هو النهاردة بتم اتخاذ يعني مجموعة من الرؤى اللي موجودة، ما هو حجم الضرر الذي أصاب سكان كوكب الأرض، ما هي الدول الأكثر تضررا، ما هي فاتورة التكلفة لهذا التضرر، وبالتالي ما ده جزئية، فهو المبلغ المطلوب لدرء هذا الضرر يساوي رقم كذا على الدول وعلى الشركات الكبرى حول العالم أن كل أن يتحمل تبعياته بنفس نسبة مشاركته في حجم التلوث وفي حجم التغير المناخي التي سببته هذه الشركات او هذه الدول على الوضع العالمي ككل. وبالتالي اذا كانت الدول تضررت باكثر مثلا من 500 مليار دولار، فعلى الدول التي ساعدت على احداث هذا الضرر ان تدفع او ان تقوم بمنح تعويضات مماثله بهذا الرقم الى الدول التي تضررت وعليها بنفس النسب التي تضررت عليها. واعتقد هيتم تشكيل لجان متخصصه في هذا الشان من شانها بحث قيمه الضرر الفعلي الواقع عليها حتى تحدث فعلا نوع من التوازن ونوع من العداله في توزيع التعويضات على المتضررين حول العالم على الدول المتضرره حول العالم، حتى تستطيع هذه الدول ان تعيد يعني رسم بسمه للمواطن الذي تضرر من جراء التغيرات المناخية. وشفنا التغيرات النهاردة أحدثت مزيد من يعني شفنا باكستان وحجم الضرر الواقع لديها، بيوت بالكامل تم هدمها نتيجة التغيرات المناخية. فأعتقد أن ده هو ما يجب أن يكون من خلال استعراض المؤتمر ومن خلال أعتقد الرؤية التي تم طرحها. نعم، إذن دكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، جزيل الشكر.